قول لي كده، مين بيطلع اعلامي ينتمي للزمالك في الاعلام المصري، في التلفزيون المصري او في الاذاعه او في القنوات اللي بتذيع مباشرات بينصف الزمالك؟ هات لي اسم. لا ده في الاعلام فين؟ كان في قناه الزمالك. لا هات لي اسم تاني بيتكلم عن الزمالك لكن في ناس بتتكلم عنه فير. اه ممكن، لكن مين بيساعده ومين بينهضه ومين بيقدمه اعلاميا بصوره يبقى لهش جماهيريه؟ لا يوجد. دي سياسة قديمة، سياسة قديمة متبعة من المنافسين، مش يظهروا، ان يبقى لهم في الاعلام ناس تكتب تبعهم، فمش هيكتبوا ضد مع على المنافس. لا ده كان في اعلاميين في المجلات او الجرائد الاساسيه في مصر، يعني باستثناء نجيب المستكاوي في الاهرام، لو نخلتهم كده زمان نصهم او ثلاث ارباعهم اهلاويه. كانوا بيعلنوا ده؟ مش بيعلنوا، كانوا بيكتبوا ده. الاخبار ما فيهاش حد زملكاوي الا في الاخر، يمكن عثمان سالم، يمكن يمكن، لكن كان في واحد تاني مره لعيب شتم في النادي الاهلي، شتم حكم سبله المله والدين، وقفوه او شتموه او حاجه كده، طلع واحد من الاعلاميين يدافع عنه في جريده اللي هي المنافسه للاهرام، قال لك لا لم يكن قصده هذا، هو ما سبش الدين، ده هو قال ردا على اللي كتب أديانكم تحرم عليكم هذا، تكتب كده، يعني طلعوا مصلح ديني، طلعوا شيخ الأزهر. تقول لي الفترة اللي كان فيها نجيب المستكاوي وبعديه وبعديه شوية لغاية السبعينات وأواخر السبعينات، وما زال موجودة ناس هناك مش هقدر أقول لك أسميها، لكن هي معروف إنها بتكتب وتذيع للنادي الأهلي. في أنت شايف الناس بتفتح انتماء للزمالك كإعلاميين كبار أو صحفيين؟ لا طب ما بيعلنوش انتمائهم ليه؟ ما بيخافوش ليه يعلنوا انتمائهم للأهلي؟ في ناس بتعلن انتماء للأهلي. طيب ما أنا بقول لك، وليه ما بيخافوش الزملكاوية يعلنوا؟ نعم؟ لا لا مش مصالح. سيف زاهر زملكاوي؟ يا دي النيلة، يا دي النيلة، يا دي النيلة. أيوة طيب. بس ما يقولش. ولا يجيب كلمتين حلوين للزمالك. ده سيف زاهر حبيبي. لكن انا عارف انه عنده يميل الى الزمالك.